محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز محمود فنان مصري من مواليد 4 يونيو عام 1946 بحي الورديان بالإسكندرية. حصل محمود عبد العزيز على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم قام بعمل ماجستير في علم تربية النحل. كان شغف محمود عبد العزيز بالتمثيل كبير، مما جعله يلتحق بمسرح الكلية وشارك في أعمال مسرحية قدمت على خشبة المسرح. تزوج محمود عبد العزيز في بداية حياته من السيدة جيجي زويد التي أنجب منها 3 أبناء، ومنهم 2 يعملون في مجال التمثيل وهم كريم ومحمد. ثم تزوج من الإعلامية بوسي شلبي التي لازالت بعصمته. بدأ مشواره الفني في أوائل السبعينيات، حيث أسند له المخرج نور الدمرداش أول عمل له في مسلسل الدوامة مع محمود ياسين ونيلي. وفي عام 1974 قام بالمشاركة في فيلم الحفيد الذي يعتبر أول محطة انطلاقه للنجومية. وفي عام 1975 قام بأول بطولة مطلقة من خلال فيلم حتى آخر العمر مع نجوى إبراهيم وعمر خرشي. ومن ثم بدأت تتهافت عليه عروض البطولة. يعتبر محمود عبد العزيز من الفنانين القلائل الذين تخلوا عن لقب الدنجوان الوسيم لكي لا يتم حبسه في هذا النمط من الأدوار الرومانسية الحالمة، لأنه كان يؤمن بموهبته وقدرته على تقديم كافة الأدوار الصعبة بل المركبة. ومن أشهر أعماله السينمائية حتى آخر العمر الحفيد، العذراء والشعر الأبيض، تزوير في أوراق رسمية، الشقة من حق الزوجة، الكيت كات، العار، الكيف، الصعاليق، شفيقة ومتولي، بيت القاصرات، عفوا أيها القانون، البريء، جري الوحوش، السادة الرجال، أبو كرتونة، دنيا عبد الجبار، الجنتل، الساحر، ليلة البيبي دول، وأخيرا إبراهيم الأبيض. كما قدم للتلفزيون أعمال درامية منها الدوامة، شجر اللبلاب، رأفة الهجان، محمود المصري، أنا الحكومة، باب الخلق، أبو هيبة في جبل الحلال، ومسلسل رأس الغول في رمضان 2016. وأثناء عمله في مسلسل رأس الغول كان محمود عبد العزيز يصارع المرض، إلى أن انتهى من المسلسل تمكن المرض منه، جعله طريح الفراش، وهو سرطان بالفك، وعانى كثيرا وعانى كل من حوله، إلى أن توفى يوم 12 نوفمبر عام 2016 عن عمر يناهز 70 عام. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.